كغيرها من المحافظات أصبحت العملية التعليمية الرسمية في محافظة أبيان هشة وأقل جودة في مخرجاتها وأيضا في واقعها المهني، فمن غياب الكادر التعليمي إلى تدهور حال الكثير من المدارس نتيجة الإهمال، وهو ما جعل الكثير من الأسر يلحقون أبنائهم بمدارس أهلية. هذا التردي في جانب التعليم كما يراه البعض يقابله إقبال على المدارس الأهلية والخاصة، حيث وجد نسبة قليلة من الأطفال فرصة للالتحاق بالمدارس الأهلية التي يرى فيها البعض خيار أضمن لمستقبل أبنائهم. ويرى بعضهم هنا أن التعليم بالمدارس الأهلية يتمتع بأفضلية عن التعليم الحكومي. نظام التعليم الأهلي بمعنى أنه في ظل الركود والشلل التام للعملية التعليمية عمل نقلة أنه رعى الموهوبين والمبدعين، كذا تميز في عدة جوانب، يرعى المعلم من حيث التأهيل والتدريب على مستوى العام الدراسي. الاهتمام بالمستوى التعليمي من خلال ما تقدمه المدارس الأهلية كما يرى القائمون عليها ساهم بنهوض العملية التعليمية في المحافظة، إذ تتبع الطرق الحديثة في التعليم التي يجد التلاميذ فيها إمكانية الحصول على أساليب تعليمية عصرية نسبياً، كما توفر لهم الأساسيات من تلك التي تفتقر إليها المدارس الحكومية. ما يقارب 2000 تلميذ هم عدد الملتحقين بالمدارس الأهلية بحسب إحصائية تقريبية هنا في محافظة أبيان، بينما من الطبيعي أن يكون العدد مضاعفاً عشرات المرات بالنسبة للملتحقين بالمدارس الحكومية، والذين لا يجدون سبيلاً آخر للخروج من دوامة الواقع التعليمي المتردي الذي تعيشه معظم مدارس المحافظة. فقد التأهيل والذي نحن نشعر أنه نحن بحاجة ماسة إلى دورات عشية والتي هي في صلب المنهاج وتطوير الكادر التربوي اللي هو في الأساس، ولكن هناك كلها دورات نفسية ودورات قصيرة لا تلبي بالحاجات اللي نحن نشعر أنها مرتبطة بالعمل التربوي والتعليمي. لهذا نطالب أن ترسم بالإضافة إلى شحة الكتاب المدرسي والتي نعتبره أنه جزء من تدني مستوى الطالب، إذا كان هناك بعض المدارس لا توجد حتى المرجعية للمادة نفسها. لتبقى المفارقة الرئيسية في قضية التعليم كما يرى الكثيرون هي غياب حضور الدولة فقط، حيث يغيب اهتمامها بجانب التعليم، وصار الوضع التعليمي المتردي يشكل خطراً حقيقياً يهدد مستقبل آلاف الطلبة. إذن فالواقع التعليمي هنا في محافظة أبيان بحاجة لإيجاد استراتيجية مدروسة تسهم في إعادة ترتيب العملية التعليمية قبل وصولها لمرحلة الانهيار التام. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.